ألف مليون مبروك للنادي الأهلي تحقيق بطولة كاس مصر بعد فاينل مثير جدا 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 قدام منافس شرس وقدام منافس عنيد زي نادي طلاع الجيش. ومش نادي طلاع الجيش بس لا، وعشان نادي طلاع الجيش اللي ماسكه الكابتن طارق العشري المتخصص في مواجهات النادي الأهلي في فاينل كاس أو حتى في كاس السوبر والرجوع لركلات الترجيح. النادي الأهلي عانى بشدة في مباراة الفاينل النهاردة، ربما يكون ناس كتير توقعت المباراة تكون أسهل من النادي الأهلي يواجه مباراة قمة تانية قدام نادي الزمالك، لكن نادي طلاع الجيش فعلا أثبت أن وصوله للمباراة النهائية ما كانش ضربة حظ. الفريق فعلا قوي جدا وثابت على الأرض، والكابتن طارق العشري النهاردة فعلا يعني عمل مشاكل كبيرة قوي 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 لفرقة النادي الأهلي ولمديره الفني الجديد بيتسو موسيماني اللي عانى قدام نادي طلاع الجيش طوال 120 دقيقة، حتى رغم نادي طلاع الجيش لعب الوقت الإضافي كله بالكامل ب10 لعيبة بس بعد طرد أحمد علاء المدافع، لكن النادي الأهلي برضو ما حسناش إن هو عنده أفضلية على نادي طلاع الجيش. طبعا الفوز والانتصار جه بركلات الترجيح واللي فيها نسبة توفيق كبيرة، وهو أمانة ما تخصناش في التحليل الفني. احنا هنتكلم على المباراة وإزاي الكابتن طارق العشري حط هذا الكم من العوائق والحواجز الفنية قدام النادي الأهلي. في البداية ضربة البداية كانت عند الكابتن طارق العشري، ليه؟ عشان هو اللي عمل التاكتيك الجديد، عمل الحركة في خطة المباراة لما اختار اللعب بطريقة أقرب إلى 5-3-2 على عكس الشكل اللي شفناه قدام نادي الزمالك في السيمي فاينل لما الكابتن طارق العشري لعب بطريقة 4-4-2. النهاردة الكابتن العشري قال لك لا، النادي الأهلي بيعيش أفضل أيامه والفريق بيتحرك ككتلة وبيهاجم من على الأطراف، فلازم أقفل له الأطراف، فبالتالي أنا محتاج أن ألعب بخمسة مش هقدر ألعب بأربعة عشان ما سيبش أي منفذ للنادي الأهلي، وبالتالي هخسر شوية في الهجوم بس أنا مجبر أن أتحمل الخسارة دي عشان أأمن مرمى محمد بسام على قد ما أقدر. وبالفعل شفنا نادي طلاع الجيش بطريقته 5-3-2 خسر منها أهم لاعب عنده، مين؟ أحمد سمير. أحمد سمير نجم الفريق قدام نادي الزمالك ما شفناهوش خالص في مباراة النادي الأهلي. ليه يا جماعة؟ ببساطة عشان أحمد سمير كان بيلعب لاعب ارتكاز ثالث نص ملعب أكتر ما هو كان عنده الحرية إنه يلعب على الطرف. كابتن طارق العشري لما حول الطريقة 5-3-2 أجبر أحمد سمير إنه ياخد الحتة دي مع جزء طبعا في العمق، فخلاه بعيد جدا 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 عن يبقى عنده حرية للهجوم، محدش بيساعد، هو اللي ليه دور دفاعي اكتر ما له دور هجومي، وبالتالي ما شفناش احمد سمير بنفس الخطوره اللي شفناها قدام نادي الزمالك. طبعا الجانب الثاني بيتسو موسيماني لعب بنفس التشكيل بتاعه 4-2-3-1 مع التغيير اللي بيعمله كل مره. النهارده بدا بطاهر محمد طاهر زي ما فنش في مباراه الاتحاد وحط جيرالدو على الدكه وبقيه اللاعبين، شال بس من الدفاع ياسر ابراهيم ودخل بدر بنون، وهتكلم على ثنائيه بدر بنون وايمن اشرف كتير في المباراه. البدايه طبعا نادي طلاع الجيش بيلعب بخمس لعيبه كله بيرتد في الدفاع، وبالتالي نادي الاهلي في حمى البدايه. نادي طلاع الجيش طبعا كان حاول يعمل الضغط طول الملعب، طبعا هتبقى فاشله تماما. ليه؟ عشان انت ما عندكش العدد الكافي في نص الملعب انك تقدر تضغط بيه، وهنا في مشكله ازمه كبيره لما تضغط بطول الملعب وانت بتلعب خمسه في الدفاع. ايه هو؟ انك هتعمل فجوه في نص الملعب، لان صعب جدا جدا الخماسي الخلفي يقدر يتقدم كتير، صعب يبقى يعني في مشكله بالنسبه له. وبالتالي شفنا ايه طلع الجيش في البدايه بس عمرو جمال، الثنائي عمرو جمال وعمرو منعي ثنائي الهجوم بيحاولوا يضغطوا على دفاع النادي الاهلي عشان يغلطوهم، بس كانت محاولات فاشله تماما، وكان سهل قوي قوي على لعيبه النادي الاهلي انها تطلع بالكوره. وهنا يجي ميزه ثنائيه ايمن اشرف وبدر بنون. ليه؟ لان ايمن اشرف وبدر بنون الاثنين مميزين جدا في عمليه تسليم الكوره. بدر بنون حتة تسليم الكرة عنده ممتازة، شفنا بيقدر يسلم الكرة على الأرض، لعيب حريف أو بصراحة يعني عنده مهارة كويسة، وشفنا كمان في ركلات الترجيح حط واحدة يعني بهدوء كده بيفكرني بعماد النحاس، في حتة كده من هدوء عماد النحاس. فالثنائية بدر بنون وأيمن أشرف مميزة جدا للنادي الأهلي، لأن هتديله مساحة كويسة قوي في عملية تسليم الكرة من الخلف للأمام. ايمن اشرف ياما اتكلمت عليه ان هو مساك
طوله 175 سنتي ده ما ينفعش، ولكن انت ممكن تستحمل هذا الامر في وجود واحد زي بدر بنون لعيب طويل جنبه وبيقدر النهاردة هو ربما يغطي عليه في كرات كتير. لكن شفنا عبها في الكرة اللي جات لناصر منسي في الدقيقة 92 لما طلع الجيش جاب التعادل وهنتكلم عليها. لكن في البداية ايمن اشرف، ثنائية ايمن اشرف وبدر بنون ميزتها انها بتسلم الكرة للعيبة خط الوسط بشكل مميز. طبعا بدون شك كان واضح جدا على لعيبة النادي الاهلي الارهاق بسبب توالي الماتشات، مش توالي الماتشات بس بدنيا، لا الماتشات العصبية. انت بتتكلم النادي الاهلي بيلعب لعب ثلاث ماتشات عصبية يعني كتير قوي خلال بنتكلم حوالي 8 ايام من ساعة ماتش الزمالك في نهائي دوري الابطال، وبالتالي الضغط العصبي ده يا جماعة بياخد برضه من الجهد البدني، يعني بياخد من الجهد البدني بتاع اللاعب وبتلعب دايما تحت ضغط عصبي جديد، فده مش امر سهل، وده فعلا شفناه خلال مجريات المباراة. وبالتالي لما انت تكون في الظروف دي في وجهة نظري الشخصية لازم المدير الفني والجهاز الفني يفهم اللعيبة، بصوا يا جماعة احنا محتاجين في وضعنا ده اي فرصة تسنح لينا نستغلها، ما عندناش رفاهية إضاعة الفرص. ليه؟ لأن احنا في حالة بدنية أكيد مش هتخلينا نلعب أكتر من 60 أو 70 دقيقة بشكل ممتاز أو بشكل جيد، لأن انتوا تعبانين، وكل ما الضغط العصبي بيزيد عليك كمان بياخد من الجهد البدني بتاعك. وبالتالي نادي الأهلي في الشوط الأول شفنا في كذا فرصة سنحت له لأفشة، وطبعا كان في فرصة لمروان محسن، وفي الشوط الثاني مروان محسن كان في كذا كورة للنادي الأهلي فضاعوا. فالفريق في الوقت الحالي وفي الظروف دي مش مستحمل انه يضيع فرص. ليه؟ لما بتطلع بالكورة نتخيل كده مع بعض، النادي الأهلي أصلا النهاردة في ماتش طلائع الجيش يطلع بالكورة من عند محمد الشناوي عشان يوصل بيها انه يهدد مره محمد بسام، احنا بنتكلم ان الفريق بيعمل من حوالي 15 ل 25 تمريره، فانت بتتكلم على جهد بدني كبير اكبر حتى من تحس. يعني ماتش الزمالك النادي الاهلي كان تحت الضغط شويه وكان بيضطر ان هو يلعب الكرات الطوليه، ودي كانت طبعا مش اسلوب النادي الاهلي. لكن طلع الجيش او حتى من الاتحاد ما عندكش ازمه. ليه؟ الاتحاد بصراحة كواليتي لعيبة قطعا مميزين وكل حاجة، لكن ما يقدروش يضغطوك بالشكل اللي يخليك تتمنع انك تلعب الكرة على الارض. برضه انت مع الجيش عنده امكانيات وعنده يعني افراد كويسين جدا جدا، لكن ما عندهمش الكواليتي اللي يخليهم قادرين ان هم يمنعوا النادي الاهلي من عمل البيلدينج اب زي نادي الزمالك. لا ما تقدرش. وبالتالي النادي الاهلي كان بيقدر يطلع بالكرة بسهولة جدا جدا جدا. شفنا عمرو السولية بيطلع بالكرة وبيستلمها في نص الملعب بدون اي ضغط، ما كانش فيه اي مشكلة خالص، حتى ايفن في وجود فرانك ستيفن لعيب طبعا قوي كل شيء، ولكن التحرك بتاعته والتركيز هو في التحرك ضعيف قوي، فمتخليه مش موجود دايما في الكرات الحاسمة. وبالتالي النادي الاهلي وهو بيطلع بالكرة من مرمى لغاية مرمى طلع الجيش بيبذل مجهود كبير، لما كل المجهود ده يضيع مثلا الكرة بتاعت قفشة اللي مروان لما راحوا اتنين على واحد ومروان اختار الاختيار الجيد ولعبها له كره عرضيه لكن قفشه ضيعها، دي واحده من الكرات النادي الاهلي كان محتاج ان هو يستغلها. لكن طبعا قفشه ربما عشان طبعا اكيد هو ملك اليومين دول بعد هدف فاينل دوري الابطال فمش هتلاقي له انتقاد كبير. لكن مروان شفنا الكوره اللي في الشوط الثاني بعد هدف كهرباء اكيد طبعا نتكلم عليها برضه لما نجيلها، في مشاكل كبيره قوي في مركز المهاجم الصريح في النادي الاهلي. كابتن العشري طول ما النادي الاهلي كان على 45 دقيقه كان بيرجع للدفاع الخمسه واقفين وبيرجعوا يقفوا بطريقه 5-4-1 وعامل عمق دفاعي مقفل تماما على النادي الاهلي نص الملعب، وبالتالي تحرك النادي الاهلي في الاطراف كان قليل كتير وبيكبر علي معلول في الجبهه اليسرى كانت الانشط. طبعا هو اول بيوصل للحته دي بيرمي الكروس لداخل منطقه الجزاء، وبالتالي شفنا ان النتيجه راحت للنتيجه اللي عايزها الكابتن طارق العاشر وهي التعادل السلبي، والنادي الاهلي ما كانش قادر خالص ان هو يهدد مرمى محمد بسام بالهدف المبكر. الشوط الثاني مع اصابه طاهر محمد طاهر طبعا الاضطراريه، وطبعا يعني نتمنى له الشفاء، اصابه كانت جامده جدا في دخوله مع احمد علاء بالراس، نزل كهربا
ومن اول لمسه له خد الكره مروان محسن وايد الكهرباء ان هو يحطها جول. لكن في الاخر هي مش هقدر اقول ان هي يعني جمله النادي الاهلي عملها كتير، ولكن اتعامل بشكل مميز، وهي دي ميزه مروان محسن. ابتدى بتكلم عليه مروان محسن، مسته ان هو راس حربة محطه. اهم حته بياخدها مروان محسن هو المحطه، لعيب الطويل اللي بيقدر يعمل جامب وينزل لك الكوره، وكهرباء فعلا قدر يحط الكوره بشكل جيد جدا جدا قدامه وحط الهدف. وبعد النادي الاهلي ما تقدم ويحط الهدف، طبعا كان لازم الكابتن طارق العشري يسحب واحد مساكين وينزل لاعب مهاجم عشان يبدا يهاجم النادي الاهلي. النادي الاهلي، وخلينا كده نركز مع بعض، الشوط الثاني نفطان طلع الجيش خلاص قلب خطه اللعب بتاعته ورجع لل 4 4 2 وبدا يهاجم بشكل ضاري جدا جدا، ان هو ما عندوش وقت طويل عشان يتعادل. بنتكلم كان قدامه حوالي ربع ساعة والوقت بيضيع، والنادي الاهلي طبعا كل ما بيقدر ان هو يستحوذ على الكورة اكتر، كل ما الكورة في رجله كل ما بيستنفذ الوقت وبيتجه بشكل جيد جدا لغاية النهاية عشان يتوج. طيب انا النهاردة عندي مساحة ان انا اجيب هدف تاني. مروان محسن بيضيع انفراد طبيعي كان يحصل كتير، ليه؟ ان خلاص اتنين فول باكس بتوع نادي طلاع الجيش كله طاير، كله طاير لقدام، ليه؟ كله عايز يجيب التعادل. فانت بتلعب بتتحط في مواقف واحد على واحد كتير واتنين على اتنين كتير، منهم واحده الكوره جت لمروان محسن وانفرد بالمرمى وضيعها. لازم تعرف ان الفرق فرق الكوره ما تستحملش ان مهاجمها الاساسي يضيع هذا الكم من الفرص كل مباراه، ممكن تدفع الثمن غالي بعد كده. ده فعلا اللي حصل في الدقيقه الاخيره في الوقت بدل الضايع من المباراه، لما نزل ناصر منسي ورقه مهمه جدا حطها الكابتن طارق العشري على الدكه، وحصل المشكله بتاعت ايمن اشرف اللي هي لو خدت بالكم الكره العرضيه اتلعبت، ناصر منسي لما عمل الجامب استحاله ايمن اشرف يقدر يجيبه، حطه عمل جامب. ده ناصر مهدي لو عمل جامب يعني خلاص شكرا، لو شاب بس، لكن ايمن اشرف ما يقدرش حتى عمل جامب ان هو يجيب طول ناصر منسي. وبالتالي قدر ناصر منسي ان هو يجيب هدف التعادل وياخد المباراه للاكسترا تايم. في الاكسترا تايم النادي الاهلي ارتكب اكبر غلطه ممكن فريق يعملها قدام فريق بيلعب ب 10 لاعبين. خلاص احمد علاء المساك اتطرد في نهايه الشوط الثاني، ونادي طلاع الجيش اضطر ان هو يغير من طريقة لعبه ويلعب ب 4 4 1 وطلع عمرو جمال من الملعب. هنا بقى النادي الاهلي عمل اكبر غلطة. ايه هي بقى؟ هشرحها لكم كده ببساطة. النادي الاهلي وهو بيلعب قدام نادي طلاع الجيش وزايد لعيب وخلاص مفيش حد هيضغطك، نو واي ان حد يضغطك وانت بتلعب كمان ايه في الاكسترا تايم، ده مستحيل طبعا. الفرقه واقفه لك بالشكل ده وانت معاك كوره وكل لعيبتك متقدمه، مفيش بس غير اتنين مساكين واقفين في نص الملعب وخلاص، كله مستني ان النادي الاهلي يقدر يجيب الهدف الثاني. خلاص نادي طلع الجيش هيفضل في الدفاع المستميت عشان ياخد المباراه لركلات الترجيح. انت وانت بتلعب قدام فرقه بتلعب بالاسلوب ده لازم الفرقه تبقى سريعه في عمليه التمرير. النادي الاهلي كان بيمر الكوره ببطء شديد جدا، وكمان اللعيبه كانت بتستلم الكوره من وضع واقف مش حركه، بمعنى محمد هنا لما كان بيطلع ويسلم الكوره لعمرو السولية، عمرو السولية بياخدها واقف مش في وضع حركه، مش عاملين قلق للعيبه طلاع الجيش، انت بتستلم الكوره وانت واقف مكانك، وبالتالي انت واقف اوكي ده طلاع لاعب نادي طلاع الجيش هيجي يواجهك هو مستنيك، انا مش هعمل اي حاجه، مش هعمل اي حركه ابداع من عندي، انا مستنيك انت اللي تغلط. وبالتالي النادي الاهلي كان بياخد في التمريرات وقت طويل، مش عامل ازمه نادي طلع الجيش اللي مجرد بس بيتحركوا يمين وشمال كل ما الكره بتتحرك، وبالتالي انت ما بتطلعش ثغرات، ودي اتكلمت عليها كتير. وضع زي ده لازم تلعب زي كره اليد، تلعب الكوره سريعه، تقعد تمر الكوره بسرعه لغايه لما تطلع لك ثغره تحب مخترق منها. هي دي الازمه اللي كانت عند النادي الاهلي ما بين في الوقت الاضافي. وكمان طبعا انا ما فهمتش بصراحه ان الموسيماني في اول شوط من الاشواط الاضافيه ما عملش ولا تغيير وما عملش اي اضافه ليه الفريق، كان واضح جدا ان الفريق خلاص اللعيبه جابت اخرها. يعني مجدي قفش انا في وجهه نظري كان لازم يتم تغييره وينزل ناصر ماهر من بدايه الوقت الاضافي، لكن هو كان عنده فكر معين ومش عايز، ممكن ربما مش عايز يغير شكل
الفريق بالكامل عشان الانسجام ما يتهدش تماما ما بين اللاعبين، ولكن اسلوب اللعب الاهلي خلى نادي طلائع الجيش مرتاح تماما تماما في الدفاع بتاعه، وعشان كده ما شفناش اي فرص خطره على مرمى طلائع الجيش في اول شوط. النادي كان عنده مشكله في الاشواط الاضافيه ان اللعيبه ما بتتحركش بسرعه، وبالتالي اسلوب لعبهم ريح كتير لعيبه طلائع الجيش ويخلاهم ما عندهمش اي مشكله في مساله الزون ديفنس اللي عاملينه، وعشان كده كان اخر حاجه النادي طبعا بيشوف ان الوقت بيجري قدامه ومش لاحق ان هو يجيب الهدف الثاني، فكان بيجبر انه يلعب الكره العرضية البالونة اللي كانت بتروح لمحمد بسام بشكل مميز. صحيح الكابتن العشري قدر يوصل المباراة للهدف بتاعه هو ركلة ترجيح، ولكن ركلة ترجيح في الآخر ابتسمت للنادي الأهلي عشان يحقق البطولة رقم 37 في تاريخه ويحقق الثلاثية هذا الموسم. في المباراة 120 دقيقة نقدر نقول كابتن العشري قدر فعلا يحط مشاكل كبيرة للنادي الأهلي ويتغلب على موسيماني في كذا نقطة فنية في المباراة، وموسيماني ما قدرش يعالجها، وعشان كده المباراة في وقتها الأصلي صحيح خلصت 1-1 بالتعادل، ولكن ركلات الترجيح هي اللي حسمت اللقب للنادي الأهلي عشان يكتمل أسبوع الفرح للنادي الأهلي ده. بنتكلم بدأ بدوري الأبطال لقب دوري الأبطال وانتهى بلقب كأس مصر اللي بيضم النادي الأهلي اللقبين دول مع لقب الدوري الممتاز. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي هذا الموسم الأكثر من ناجح، وأكيد كلنا مشتاقين نشوف موسم الدوري الجديد إن شاء الله هيبدأ يوم 11 ديسمبر، وأكيد لسه قدام النادي الأهلي لقبين آخرين، لقب السوبر المصري برضه هيلعب طلائع الجيش ولكن لسه الميعاد ما تحددش، وبرضه لسه قدامه لقب السوبر الأفريقي قدام نهضة بركان واللي أعتقد ربما بنسبة كبيرة هيتلعب يوم 18 ديسمبر الجاري في مصر بإذن الله. شكرا جزيلا، ده كان تحليل مباراة نهائي كأس مصر، كنت معاكم كريم سعيد.